ازيك يا عمر؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور حسناء؟ اهلا بيكي. عامله ايه؟ مبسوطه انك موجوده مع عمر؟ جدا. هي دي الكره الارضيه؟ ايه؟ هي دي الكره الارضيه؟ اه هي دي. ما انت فاكر ايه؟ احنا قربنا من الكره الارضيه. ايوه احنا قربنا خلاص على نخبط. الكائن الفضائي بقى يلا. هو ده الكائن الفضائي اهو. اه ايه ده؟ طيب انتوا النهارده معايا في مجموعه تحديات هندخلها مع بعض. أنا افتكروا بقى. هتكسبوا ولا هتخسروا؟ ايوه انت باذن الله نكسب. طبعا انا اللي هكسبك. ده انا تخيلت ان في حاجات ده طلع في شراسه. طبعا برافو طبعاً. ايوه انا احب كده. هكسبك اكتر. لا هكسبك. مين هيكسب مين؟ لا انت ماما ما عرفكيش كده؟ ما عرفكيش. طب مش هتنزل شويه عشان خاطري؟ ما بتنزلش. حته صغننه. ما بتنزلش. يا عيني انا احب بقى انا المنافسه الشرسه. يلا نبتدي باول تحدي. ماشي. اول تحدي معانا هو تحدي الصور. اوريكي صوره تحاولي تشرحي ايه اللي موجود فيها لعمر بالكلام عادي. هو يحاول يخمن ايه اللي موجود في الصوره. لو عرف هتاخدوا نقطه، لو ما عرفش هتخسروا النقطه. اوكي؟ اوكي. يلا بينا مع اول صوره. كده جميله جدا. دي حلوه؟ ماشي. حلوه. طيب حاجه بنشربها. قهوه. حاجه ايه؟ عصير مثلا. ايه؟ انت قلت. او لبن او ميه. انت قلت ايه؟ انا اول حاجه قلتها. مية. قهوة هي الإجابة الصحيحة. ما شاء الله عليك يا عمر، وخد أول نقطة معانا في تحدي الصور. أنا برضو؟ طبعا. لعبة لذيذة قوي. وأنت بتحبها. عربية. تفضل تلف والله. تلف تلف. نحلة. النحلة. برافو عليك يا عمر، والإجابة صحيحة. كده عمر اخد النقطتين. ويا ترى بقى مدام حسناء عمر هيقدر يوصل لها الحاجه ولا لا؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. عمور انا فسهلت لك. يلا. بتتحط فيها حاجه؟ بيتحط فيها ميه. كوبايه؟ لا. غلط. كولدير؟ غلط. انت بتعايرها ولا ايه؟ مالك يا ابني فرحان فيها ليه كده؟ ان هي غلطان. غلط. كده برضه مش هقول لك. ايوه كده برضه. كولدير يا عمر؟ لا لا الوقت بتاعها بيضيع. الوقت بتاعها بيضيع. الوقت بتاعها بيضيع. الوقت بتاعها بيضيع. لا يلا الفلتر بندو. غلط. الفلتر بندو. يا عمر متأكدة ان ابنك؟ وإزازة برضو. غلط. انا مش متأكدة من ابني خالص. وهتخسر. وهتخسر. الوقت خلص وللاسف الاجابه. قول يا حاج. الله. قول يا حاج. الله. قلت لك خلي بالك. طيب نشوف تاني حاجه. اوعى تقول. هي حاجه بتتشرب. بردك. برضو؟ بتتشرب. اهي. ايوه. عرفتها. هي حاجه بتتشرب. انا بحبها؟ ساعات بتشربها. نسكافيه؟ وهتخسر. الشاي؟ وهتخسر. عصير؟ لا. لا عصير. عصير ايه؟ ما انت لازم تحددي. يعني حددي. قدامك بقى عصير كتير. ها يلا. برتقال؟ لا. 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 للاسف الوقت خلص والاجابه هي عصير. حد ينسى عصير القصب العصير؟ الاثنين غلط. نتيجة تحدي الصور هو نقطتين لعمر ولا نقطة لمامته مدام حسناء. يلا نروح للتحدي الثاني. تحدي النيو لوك. ودلوقتي في تحدي النيو لوك هنشوف يا ترى عمر هيعرف يغير لمامته وشها ويعمل لها نيو لوك حلو ولا وحش، وياخد ال 40 درجة. ده اللي احنا هنشوفه. وكمان مامته بعدها تعمل له نيو لوك البلياتشو، وده برضه اللي احنا هنشوفه. يلا مستعدين؟ هنبتدي ان عمر هو اللي يبتدي يعمل نيوك. يلا يا عمر الناحيه الثانيه كمان. ده كده انا اللي هبقى بالجاتش كده. معقول؟ بس ورطر. استنى طب روح. استنى يا ابني انت بتمحر حيطه. مش عايزه تتبيض. هي عايزه تتبيض؟ مين يا خلاص يا طيب. ان الميك اب ارتست يحط ايده على دماغ العميل ده حاجه غلط جدا. انت كده خلصت يا عمر. احنا دلوقتي جه دور حضرتك. كانه عمر عنده احتفال في المدرسه
وانتي مثلا مش في وقت انك توديه اي مكان متخصص انه يعمل له شكل الكلاون اللي هو البلياتشو. انت تعملي النسر ده ولا ايه؟ لا ده هعمله كده قطه، قطه كبيره، قطه كبيره، دي قطه متشرده. انا عامله لك الشمع عشان ايه تبقى انت جميله كده يا شنب. الله حبيبي. شنب بيبقوا ثلاثه صح ولا اثنين؟ ثلاثه. انا بقول نعمل له دوجلاس صغنونه كده على حته صعيدي كده. عمر استاذ في الصعيدي. والله يا واد، ايه يا ابويا اللي بتعمله ده؟ ده اللي انا عايزه. يا بيه ايه انت رايح فين انت باللي عم تسويه بوشك ده؟ بسوي حاجه رايح العب. ودلوقتي بعد ما مدام حسناء عملت نيولوك لعمر وعمر عمل نيولوك لمدام حسناء، كل واحد منهم هيبتدي يشوف نفسه في المرايه، وكل واحد منهم هو اللي هيدي درجات للتاني على احساسه بالنيولوك اللي هو عامله للتاني. وبنوري المرايه لمدام حسناء، ايه رايك؟ ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ شفتي؟ حلو كده. لا لا لا، ده انا اول مره احس ان انا حاطه ميك اب. صح؟ يعني اول مره. انت كنت جايه رقيقه جدا، دلوقتي بحاجه تانية. صح؟ هو دلوقتي افوره. انت ايه رايك في الروج؟ هو روج جميل، بس مش عارفه هي الشفايف معوجه ولا هي الروج اللي ما انا مش عارفه برضه. صح؟ في 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 الحواجب في كام حاجه طايره كده. يعني نقول تدي كام لعمر من 10؟ والله هو بصراحه يعني بالنسبه لعمر ان هو اول مره بس خلي بالك كده هيكسبك درجه كبيره. قولي حق ربنا، دي منافسه. حق ربنا، بس هو يعني ايه يعني نقول كام؟ نمشيها 9.5. 9.5 من 10 خدها عمر. ودلوقتي جه دور عمر يشوف نفسه في اللوك اللي ماما عملته له. ايه رايك؟ ايه 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 اهو. ايه رايك في الشنب يا حاج عم غفور؟ كده زي ما انت خسرتيها خسرت من عمر كده. عمر 6 من 10. 6 من 10 شفتي اللي انت مديله 9؟ شفتي 6 من 10 كده. عمر انا بقول تغيري رايك وتديله النمر اقل. هتديني حاجه كبيره، هديك حاجه كبيره قوي. هو في اكبر من 9؟ طب ما هي اديتك 9، اديتها 6 انت ليه؟ 10 من 10؟ لا بس هخم. ينفع حد يخم؟ انت مثلا انت معوجه في الشفايف اهو، ودي كده هيب ونيه، وهي عملت لك لوك حلو، عملت لك لوك القطه الشرسه. لا برضه لا. 6 من 10.